باب التسجيل. طبعا نحن مثل ما ذكرنا هذيك المحاضرة، الحاسبة عبارة عن جزء الجزئين، جزء الهاردوير والسوفتوير. قلنا الهاردوير يعتبر الأساس واللي نحن نحتاجه على مود نؤدي كافة الوظائف اللي يعني اللي حنكون نحتاجها بشغلنا، بس الهاردوير لوحده ما حيكون كفاية، راح يكون معاه جزء السوفتوير. والجزء المهم من السوفتوير اللي يخلينا نتعامل بسهولة مع الهاردوير اللي هو الاوبريتنج سيستم، او نحن اللي نعرف معظمنا يعني هو الويندوز 10 على الحاسبة. طبعا اوبريتنج سيستم حتى مثل الاندرويد للتليفونات يعني سامسونج الاتش تي سي وغير هاي التليفونات. طبعا نحن ما نطيق نتعامل مع التليفون لو ما موجود الاندرويد والاي او اس اللي هو مع ابل. طبعا الويندوز 10 اللي هو نحن راح ناخذه بالمختبرات داخل الكليه، اكو ويندوز 7 واكو ويندوز 10. انا راح اعطيكم ويندوز 10 لانه هو اخر شيء، في حاله انه ما عرف داومنا ان شاء الله عن قريب، ولو زحمه شويه ساتة، بس يعني على اكثر انت بتاخذون مختبرات الويندوز 10. المهم ويندوز 10 اللي يفرق بين عن باقي النسخ السابقه اللي هو انه بينه، لاحظوا هسه حق قدامكم الباوربوينت سجاد. دكتور العفو، بس بدأ التصوير لأن ما يسجل. لا لا قاعد يسجل واضحة واضحة دكتور الباوربوينت. ترى تمام الباوربوينت، تمام خلي شي صورتي دقيقة، شتو صورتي هسه هاي باوربوينت قدامكم. Windows تمام 10 is designed to please both touch and mouse. لاحظوا هون كنا اشرت على touch and mouse، يعني انه هو يدعم اللمس والماوس اللي هي الفأرة. ايضا نقطة اخرى قلت انه يعني هو مصمم يعني دمج بين Windows 7 Windows 8. اش عمل؟ اخذ best of both worlds، يعني اخذ احسن ما موجود فيهم اثنين. لاحظوا هذه الشغلات المهمة اللي قلت لكم عليها يعني مؤشرة، بس انت يعني ما في الظاهر ما قريتها بالتركيز او ما خليتهم والله ما اعرف. وطبعا مايكروسوفت ويندوز از ا بارت اوف جرافيكال اوبريتنج سيستم. ايش مقصود بهذه الجملة؟ جرافيكال اوبريتنج سيستم يعني نحن نتعامل مع رموز وصور. يعني مثلا هسه انا اريد اجي اروح على برنامج جوجل كروم، ما اكتب له سطر برمجي مثل ما موجود مثلا بغير اوبريتنج سيستم قديمي. اوبريتنج سيستم القديمي اللي تتعامل معاها بالكيبورد يعني كلش زحمه، بينما هون بالماوس نيجي على هذه الصوره اللي هي جوجل كروم، ادوس عليها راح يروح على متصفح جوجل كروم. يعني مثل ما قد اقول لكم يعني زين، انا لسه اذا قلت اطلع من هذا البرنامج الباوربوينت، طبعا بالانظمه القديمه اللي تتعامل ب يعني نوت جرافيكال اوبريتنج سيستم، يعني اللي تتعامل بالماوس او عفوا بالكيبورد، ما موجود بيها اصلا باوربوينت. وايضا اذا عندك برنامج تريد تطلع منه ماكو فقط شيء اسمه تدوس على الاكس وتطلع، هاي الاكس كلوز، ماكو اكس اساسا. لازم تكتب له انه انا اريد اطلع من هذا البرنامج، كله كتابي باللغه الانجليزيه. طبعا الجرافيكال اوبريتنج سيستم خلانا يعني نستغني عن امور كثيره، وتكون يعني مثلا اقول لكم اللي ما قوي انجليزيته راح يعاني لو ما عندنا جرافيكال اوبريتنج سيستم، لانه انت اذا تكتب امر للحاسب لازم تكتبه بالحرف الواحد، يعني ما ممكن ان تغلط خلينا نقول بالتهجي ابدا، لابد ان تكتبه صحيحه 100% على مود ياخذ الامر. فبالتالي الجرافيكال اوبريتنج سيستم خلصت من هذه المشكله. اللي عنده اي سؤال اي شيء خليه يسالني قبل، ما مشكله. عندنا بالبداية لما ننصب الحاسبة لأول مرة، when we install Windows for first time or after formatting the computer، يعني لما ننصبه أول مرة نشتغل جديد وننصبه، أو لما نفرمته راح نغشى أنه the desktop of the computer will be empty. هاي كلها فراغات، صح وخطأ ممكن أن تكون. طبعا يعني ايش قصدي؟ الديسكتوب راح يكون فار. هسه انا عندي الديسكتوب هوني متروس، واضح قدامكم الديسكتوب مالتي؟ ايه دكتور واضح. اوكي ايه دكتور واضح، كمل. اوكي فعندنا لكن انا هوني هذا السلايد ضفتوا له ديسكتوب
اذا تلاحظون هذا ديسك توب، هذا شريط المهام جوا، وهذا ديسك توب، هذا لما تتفرمت الحاسبه لاحظوا كل شيء ماكو فارغه، قد تشعرون اي مكان هذه تكون فارغه. زين نحن اشو نضيف يعني الايقونات الجديده، اللي يعرف خليه يكتب لي. هسه ارجع لهذه ان شاء الله. شلون اعيد السؤال بس استاذ؟ اشلون نضيف ايقونات جديده هون خلف، يعني عندك الماي كمبيوتر، الريسايكل بين، يعني حد عنده فكره؟ كوبي بيست. لا ما كوبي بيست، لا لا. ايش نهايه الماده شباب؟ والله ما اعرف وصف فيت، لكن متوهم فيت على غير ماده يابا. ايه ف عندنا ببساطة راح تؤاد كمبيوتر ديسك توب ريسايكل بين، ريسايكل بين طبعا أيقونة جدا مهمة راح نحتاجها. الكمبيوتر منطق يعني انه هو مدخل سهل على مود نطيق على ملفاتنا والداتا الموجودة على الحاسبة. رايت كليك اون ان امتي سبيس اون ديسك توب، يعني دوسوني رايت كليك على اي مكان، نختار ما يسمى بالبيرسوناليز. لما نختار البيرسوناليز راح تظهر عندنا قدام يعني شاشه مع سيتنجز. طبعا من هون اكو باك جراوند، الباك جراوند تطيق تختار من هون تغير صوره مثلا الخلفيه، اذا ارجع على هذه انا هسه نرجع على الخلفيه، لاحظوا انه شلون تغيرت. فنجي هاي عندنا عده شغلات من ممكن انه نختار على مود يعني انه نتحكم حتى بالالوان مع الحاسبه من خلال هاي الشغلات. عندكم مثل الكولورز، مثلا تريد تعملوا دارك، تريد تعملوا لايت مثلا، لاحظوا شلون تغيرت داركر. انا افضل الدارك على مود عيوني. عندنا طبعا موجوده بالثيم وموجوده باي مكان حتى بالباك جراوند، انا اتهمت بيه على بس بالثيم. فالمهم اكو فوق شيء اسمه شوينج ديسكتوب ايكونز، فلما ندخل من خلاله هذه وين راحت هذه شوينج لافو ما هو دقيقه بالثيم، ثيم ديسكتوب ايكون سيتنجز من خلال الثيم مثل ما موجود بالمحاضره ديسكتوب ايكون سيتنجز. فلاحظوا تظهر قدامكم هاي النافذه، انا هسه اتذكر اختاريت بس ريسايكل بين اريد اشرح قدامي. زين هسه اذا شفتوا الريسايكل بين، خلينا نشوف موجود لو لا ريسايكل بين. ريسايكل بين هياني، هياني ريسايكل بين. لاحظوا هسه انا راح اشيل الصح من يمه، اقول له ابلاي، من قلت له ابلاي اجي ادور على الريسايكل بين ما موجود لحقه، راحت الشالب، فانا احتاجه عندي. زيارة جاسد الميكروفون. ايه ممنون. ايه فنرجع على هوني، عندنا الريسايكل بين نطيق نضيفه ابلاي، نضاف عندنا الريسايكل بين. لاحظوا هسه انا اريد ذيس بي سي، هاي ذيس بي سي انه على مود هاي كمبيوتر، فنختار ايضا تظهر لنا ذيس بي سي. ذيس بي سي ما نحتاج نحن نكمل. محمد اذا عندك فقط شيء تريد اوضح لك هو اسالني. محمد مشعان عندنا فقط شغله مهمه اللي هي الايكونز. هاي قدامكم كلها تسمى بالايكونز. الايكونز ايش يقصد بيها؟ عباره عن يعني ايش تسموها فقط رسمي صغيري او رمز صغير يرمز الى فايل او برنامج حسب ما موجود عندنا من البيانات. طبعا هي تستخدم للتجول في الحاسبة، يعني ايش نو؟ يعني انا عندي بيانات
مخزونة في الحاسب، أنا شلون راح أدخل عليها؟ الآيكونز تعتبر المدخل إلى هذه البيانات، يعني تسهل عملية التنقل في الحاسبة. عندنا عدة أنواع من الآيكونز، طبعا هي عندنا الآيكون العادية، المين آيكون اللي تدخل إلى المعلومات بصورة مباشرة، وعندنا ما يسمى بالشورت. يعني المدخل سريع الى الملف الرئيسي، يعني جزءاً ما واضحه، خلي اوضح على اوضح على مكان ابعد دقيقه. عندي انا هذا الملف كبير اللي هو موفيز، هذا الموفيز الموفيز مالتي كلها راح تروح، يعني ملف الموفيز كله راح يروح. فانا ايش راح اعمل؟ عمود لكن شويه اجي افوت على ماي كمبيوتر، ومن ماي كمبيوتر افوت على الدي، ومن الدي افوت على الموفيز. ايش اقول له؟ رايت كليك، لاحظوا ستجاني يعني موفيز شورت كات. هذا ايش قد يصير حجمه؟ حجمه جدا قليل، اللي هو 1 كيلو بايت. طبعا اشنو الفرق بين هذا وهذا؟ هسه اذا مسحته هذا الشورت كت، اقول له ديليت، ارجع الملف راح يكون موجود، والبيانات موجوده عندي، يعني الافلام كلها موجوده. لكن اذا جيت ومسحته هذه الشورت كت ما راح يظل له داعي، يعني راح يجي شورت كت راح يقول لك، حتى راح يقول لك امسحه، خليه لا لا تفتح هسه محاضرات قادمة إن شاء الله. محمد نفتح أكثر من حساب جوجل إذا لحقنا إن شاء الله، وصلنا مكان الإنترنت إن شاء الله راح أوضح على هذه النقطة. مثل ما عندك بالموبايل لسه أكثر من إيميل، أنا هذا إيميل، هذا ما قصدي بينه حساب حساب، هذا إيميل، هذا إيميل وهذا إيميل للأخ. المهم لسه أنا مثل ما قلت لكم ريسايكل بن إذا تراش. طبعا وأشلون تروح الملفات على الريسايكل بين، لما نمسح نأشر الملف اللي نريد نمسحه، نقول له ديليت، نستخدم الديليت كي الموجود على الكيبورد، اذا تشعر الكيبورد مال الحاسبه مكتوب عليه ديليت، فتروح على الريسايكل بين، او انه نختار ديليت من هوني، رايت كليك عليه هون، نقول له ديليت، نقول له ديليت، هذه تروح مباركه منها، تاخذ كلها مؤشره، رايت كليك اون ذا ماوس تو ديليت، ذن ديليت فروم دروب داون منيو، يعني هاي تعفوها، يعني المفروض هاي تعفوها، مؤشر لكم عليه لانه مهمه. تراش ريسايكل بن عباره عن ايش؟ الكلمه الواضحه اللي هي تراش. فالمهم عندنا دي مباركه من شيفت وديليت، يعني هذه الشيفت وديليت اذا نمسحها، نمسح من خلال الشيفت وديليت، ما راح نطيق نسترجع المعلومات اللي مسحناها. فدير بالنا من هاي السالفة. طبعا ملاحظة مهمة جدا هذه، ديروا بالكم عليها، يو ماست امتي ريسايكل بين كونتينيوسلي، يعني لازم تمسح الريسايكل بين دائما. الريسايكل بين في احدى المرات انا ثقلت عندي الحاسبة، نسيت الريسايكل بين ما كان عملته لي امتي، صار لي فترة جيت على الريسايكل بين وصلت تقريبا 10 جيجا، ف كنت ثقلت الحاسبة كثير. فدائما نحن لازم رايت كليك عليها، طبعا يكون نتاكد انه ما يحتاج المعلومات للداخل لانه راح تروح، فنقول له امتي ريسايكل بن، دخل عندي 65 ايتم بداخله، امسحها حتى الحاسبه تخف، يعني بحدود يعني 100 ميجا ما كثير يمكن كانت. زين هسه اجي انا اجرب على هذا الشورت كت، اقول له ديليت، لما اقول له ديليت يعني بس تكون واضحه، عفوا شفت ديليت، راح نجي على هو مسح ما موجود هوني، نجي هوني هاي فارغه،
فبالتالي الشور كات عندي وراح يروح، ما ممكن ان استرجعه مرة اخرى. الى حد هون واضح؟ يبقى على ايش نعمل؟ والله هذا الانترنت مالنا. ما شاء الله، بس محمد فرح متفاعل. محمد جاسم مكمل. لا والله يا جماعة الشباب، بنات شلون الأمور؟ يمكن واضحة؟ لا لا، قد تسجل كلها أخوي، قد تسجل، لا تشيلها. أوكي، نجي على ما يسمى بالتاسك بار. التاسك بار أشنو؟ سجاد الصورة واضحة يمكن غير؟ سجاد إيه أستاذ، الصورة. الصورة واضحة. خش. اي عندنا ما يسمى بالتاسك بار، اللي هو هذا الشريط الجوه. هذا التاسك بار بينه عدة شغلات، يعني احنا لازم نعرفها. اللي هي عندكم الستارت منيو، هذه ستارت منيو. عندكم هذا المساعد الرقمي او ما يسمى بالكورتانا، طبعا تطيق تكتب بينه وتطيق تستخدم انه الصوت. اشون السيري عندكم البيكس بي مع سامسونج، همينا تطيق تحكي معانو، هذا هم تطيق تحكي معانو. عندنا الكوينك لانش بار، اللي هي هاي البرامج اللي انت تضيفه خلالها، هسه اعلمكم شلون تضيفون على هاي البرامج هوني. عندكم عندنا هذه اللانجوج ايكون، اللي هي هذه نختار من خلالها عربي او انجليزي حسب. طبعا منو تقدرون تضيفون لغات بعد، لانجوج بريفرنس، انا ما اطول عليكم. وعندكم هذه مال الصوت، اللي هي مجموعة من السيتنجز ايكون، اللي هي الصوت عشان تعلموا تنصون. البطارية، حالة البطارية طلع لكم، وتطيق عندي مثلا حتى تحول على الباور سيفنج مود. عندكم الواي فاي، الشبكات المتاحة. لاحظوا انا عندي 4 شبكات. طبعا منهم نطيق نختار وضع الطيران ايضا، حالة حالي موبايل. عندنا شغلة اللوخ المهمة، اللي هي النوتيفيكيشن سنتر، هسه بنحكي عليهم بصورة سريعة. فنجي أول شيء على الستارت منيو. الستارت منيو مثل ما قلت لكم، الحاسبة تجي يعني فارغة على الديسكتوب، ما تفارغ زين. أنت شلون تفوت على الحاسبة وتطلع البرامج وتفوت على الماي كمبيوتر؟ أوكي طلعنا الآيكون، بس أكو طريقة سريعة إنه تفوت على البرنامج، لأنه من الماي كمبيوتر لازم تظل تدور عن ما تلقي البرامج. هوني البرامج تنزل كاملة مثل ما هي، يعني أي برنامج منصب على الحاسبة يجي مع الحاسبة راح يكون موجود بهالمكان هذه زين. هسه أنا عندي مثلا، خلينا نلقي برنامج بالأخير، مثلا عندنا الواتساب. واتساب موجودين؟ لا. الواتساب أنا ما كل شوية دجي وأفوت من هوني وأجي أدور، أفوت ياكد واتساب، وينو الواتساب؟ زين أنا عندي شغل، ادوس على النايت كليك، عندي بينه عدة خيارات. اول شيء بين تو ستارت، طبعا هسه راح يدخله، راح يدخله بهاي المكان، بنقول له بين تو ستارت. لاحظوا يعني طبعا تقدر تتحكم بيها، توديها وتجيبها بكيفك زين. انا هسه خليتونه هوني، بس هذا ما يكفي، انا اريد مختصر اكثر. مور بين تو تاسك بار، طبعا لما نقول بين تو تاسك بار راح تلاحظون انه راح ينضاف في الشريط جوا، فنضاف من هون. بدل ما اجي افوت على الستارت منيو، افوت من الواتساب او من التاسك بار. عندنا شغلة الاخ، بس دقيقة بالله لا انسى شيمبر. اوكي عندنا الباور اوبشن. لا طالما حكينا على الواتساب، اللي رايت كليك مرت اللغ، العفو لازم على الايكون. اكو فوق شيء ان انستول، ان انستول قصده بيه حذف الملف، حذف البرنامج تماما من الحاسبه. المور بيها دحقه، انا كان عملتونه بين على الستارت وبين على التاسك بار جوا، فانا اذا ان بين، اذا اقول له ان بين راح يروح من جوا. اوكي انا ما احتاجه حقيقه الواتساب.
انا از ادمنستريتر، هذه يعني على مدة تشغله بطريقة فعالة اكثر، يتحكم اكثر بال، يعني خلينا نقول شلون تجبره انه يشتغل. عندنا اوبن فايل لوكيشن، راح تفتح ال، خلينا نقول مكان الفايل، يعني دوس واتساب، هاي الخاصية. عندنا أيضا بالستارت منيو ما يسمى بالباور أوبشنز، عندنا 3 شغلات بالباور أوبشنز. أول شيء السليب، يعني أنت قد تشتغل فقط شغلة وغدت تطلع، يعني ما مالك تخلي الحاسبة. تقول له سليب، راح يخزن النتائج الموجودة عندك على الحاسبة على الرامات، على الرام. وليش يقولون الرام مهم لسرعة الحاسبة؟ لأنه الرام يعني دائما المعلومات الوسطية مع البرامج تخزن عليها، فبالتالي من نقول له سليب، المعلومات تخزن على الرام، راندوم اكسس ميموري، والحاسبة كأنها ما تطفي. لما تجي تدوس على أي زر انه يشتغل مثل ما موضح هوني، لاحظوا، قل له سليب ات بوتس ذا انتو لور لو باور مود. لاحظ هاي الجمله مهمه، ذات ريتينز اول رانينج بروجرامز اند اوبن ويندوز اند كمبيوتر فور ريتينز اول رانينج بروجرامز اند اوبن اي زي دي. هذه المهم، ريتين اول رانينج بروجرام، يعني تبقي البرامج اللي قد تشتغل. طبعا هذه يعني توفر طاقه. اكو خيار الاخر كان موجود بالنظام، الأنظمة السابقة اللي هو يسمونه الهايبرنيت، هذاك يخزن على الهارد ديسك، هذاك حتى الرامات ترتاح أكثر، بس ما أعرف بصراحة يعني ليش اشتغلوا بويندوز 10، أنا ما أعرف. المهم، الشت داون، عندنا الشت داون أيضا، الشت داون طفي البرامج كلها وطفي الحاسبة. عندنا الريستارت، إنه خاصة من نصب برامج نحتاج إنه يقول لك أريد أعمل ريستارت على مود، خلينا نقول خاصة عندك الكاسبرس، يعني الأنتي فايروس، الشيء هذول يحتاجون ريستارت على مود تكون يتحكمون بأدوات النظام كاملة، فبالتالي يكون الشغل عليهم أسهل، فيحتاجون يقول لك أريد نحن نعمل ريستارت. عندنا شغلة اللغة، إلى حد وين واضح شباب؟ شاهد 6، شو سؤال شيء؟ ايه بالضبط محمد فرح، يعني هو هذا، انت عملت لك مدخل سريع للبرنامج مثل التليفون بالضبط. عندنا الشغلة الأخرى، ما يسمى بالكمبيوتر أكاونت. عندنا ايه هوني صورة عادة تطلع هوني، بيع عدة خيارات، يعني انت يعني ايش مقصود بالأكاونت سوني هوني؟ يمكن قبل شيء سأل عليها صديقكم انه هي ايش نتحكم بال، خلينا نقول انت بالبيت عندكم مثلا 5 اشخاص على فواد حاسب، انت ما تريد تشعل، يعني ما تريد احد يشع ايش عندك على الديسكتوب او ايش منزل، فبالتالي تعمل لك اكونت خاص. هسه راح احكي لكم اياه ان شاء الله، عم تريدون تعملوه انت عندكم بالبيت. طبعا عندنا يعني انتم قد تشتغلون، جاء حدا منكم الحاسبه، تعملوا له لوك، تقفلون يعني تظل البرامج كلها شغاله مالتكم، تعملوا له لوك، فتطلع عندكم الشاشه الرئيسيه اللي قبل الويندوز، فيجي المستخدم الاخر يفتح الحساب مالته ويفوت، من يخلص يرجع ترجع انت تطيق تفوت، تدخل الباسورد مالتك وتفوت. عندنا الساين اوت، طبعا تظل البرامج شغاله، الساين اوت راح يسد لك كل البرامج، وكانما انت لما تيجي تشغله مره اخرى كانما هسه مشغل الحاسبه اساسا. تشارج اكونت سيتنجز، يعني من وين يتحكمون ب، خلينا نقول الصورة، الاسم مال الحساب. زين، هشو نسيت نعمل اكونت جديد، هشو راح نعمل اكونت جديد، اكونت جديد من عندنا اكونت سيتنجز، تشينج اكونت سيتنجز، او نفوت من هنا ما يخالف. عندنا فاميلي اند اذر يوزرز، اد فاميلي ممبر، من هنا تضيف
هذا المعلومات مالتك وتعمل لك حساب جديد. شباب معف جماعة الحضور ما فات، سجلوا الحضور على المحاضرة، على الملف مال المحاضرة رجاء، بس اكتبوا أسماءك. 539 طالب. دقيقة هسه بعثكم هذا خلي بعثكم ومرت الأخ. بالضبط مثل زيد، مثل ما عمل زيد. دقيقة كوبي لينك. اوكي زين، عندنا هاي المنطقة بالستارت منيو تسمى بالتايلز. هذه التايلز ايش اقصد بيها؟ هذه مثل ما قلت لكم بيها مختصرات، بيها مثل الويذر، عندنا نظهر بيها شغلات كثيرة يعني. ويذر ما ظهراني بصورة واضحة، بس قد يكون يعني اكو اضافة تقنية نظيفة انه الويذر يطلع لك بصورة مباشرة، ما زال انت متصل بالانترنت تعطيك حالة الويذر اشني بالضبط. فهذه يعني ملاحظة يجوز لكم تفيدكم، انا ما كثير مركز عليها. اوبريشنال بينز زين، نجي على الشغلة المهمة، طبعا هي آخر شغلة موجودة عندنا، ما يسمى بنوتيفيكيشن سنتر، اللي هو هذا نوتيفيكيشن سنتر. شباب واضح قدامكم؟ قليل صاركم صوتي. عندنا النوتيفيكيشن سنتر. سجاد طلعت؟ سجاد اوكي استعجل، ماكو اي استجابة. عندنا النوتيفيكيشن سنتر ايش يطلع لنا هوني؟ الاشعارات تجينا من بقية البرامج، يعني جوجل كروم يو ار بريزنتنج تو ايفري ون، هسه يعطيني نوتيفيكيشن انه انا قد اعرض للكل، يعني لازم ادير بالي. مثلا بعض الاوقات تطلع لي اشعارات مع الانتي فايروس، يطلع لي اشعارات شيء باسفل هذا المتصفح هون عندي النوتيفيكيشن. العفو، عندي مجموعه من الايقونات المهمه. طبعا عندي التابلت مود يتحول على التابلت مود، يعني راح ينشال شريط المهام وراح يصير بينه طريقة معينة بالعرض. أنا ما استخدمه بصراحة. اللوكيشن حاليا اللوكيشن مفعل، يعني أنا قاعد أعطي إشعار ويصبني أنا. ف أستاذ ما بعد يعني يعطي اللوكيشن مالتي. باتري سيفر، إنه أنا خليني على الباتري سيفر، وبالتالي حتى الإضاءة قلت عندي على مود يخفف من الصرف. هسه ترجع عندنا البلوتوث ديفايس، من وين نطيق نضيف بلوتوث ديفايسز، نضيف او نلغي او نعمل كونكشن جديد. يعني النايت لايت انا هذا استخدمه لانه يعني حتى يريح العين شويه، يقلل من الضوء الازرق ويزيد يعني خلينا نقول البرتقالي. عندنا الموبايل هوت سبوت، هذا مثلا انه انت عندك اشاره يعني وايرد كونكشن، عندك كابل داخل على الحاسبه، فبالتالي انت تريد تنطي لموبايلك فتقوم تبث وتستلم من خلال الهوت سبوت. لاحظوا خطا انه يعني هسه المفروض مكتشف، هسه اذا دوه بالموبايل القي هاي الاشاره. عندنا الاير بلين مود مثل التليفون، ايضا يقطع جميع الاتصالات ويحاول انه يكون يعني حتى صرف الطاقه عنده يقل. عندنا ال سيتنجز، هاي من هوني نطيق نتحكم بكل خصائص الحاسبه ويعني شاش نحتاج. الكونكت هذه انا استخدمها للربط بالاجهزه الذكيه، مثلا تلفزيون ذكي اقول له كونكت، فبالتالي شاشه الحاسبه كلها تتحول الى شاشه التلفزيون، يعني نفس التحكم مع شاشه الحاسبه راح يكون بشاشه التلفزيون، وبالتالي راح تكون
يعني شغله مبسطه اكثر. البروجكت استخدمه بالمختبر، كنت عندنا بيه عده خيارات، انه بي سي سكرين اونلي، يعني انا ظل اتحكم من الحاسبه هوني، ما كان متعرض اساسا. دوبليكيت راح يعرض الحاسبه وال هذا بروجيكتر نفس العرض. عندنا السكند سكرين اونلي، بهالحاله راح يلغي شاشه الحاسبه ويستخدم فقط شاشه البروجيكتر. عندنا شغله اخيره او هذا، وهي ما ذول يكملوا عندنا، بس اذا اريد اتحكم بهذه خلينا نقول الاشعارات، اطيق من خلال العفو من هوني، نجي ندخل لحظة كده شغالة، اوكي نقول له open action center، لا العفو من ما هذه اديتها كويك اكشن، اتذكر بيها فوش اكشن. فبالتالي من هون تقدر تتحكمون تشيلون او تخلون مثلا اد واي فاي، دخل واي فاي فعلا ما موجود عندنا، فاضيفه. لحظة هسه تنضاف، دون هسه تنضاف عندنا الواي فاي. الى حد هوني راح اوقف التسجيل.